طيب انا عايز اسالك سؤال كده تاني. اتفضل. انت ايه رايك في الاي اي؟ تحفه. واللي بيحصل تحفه، بس شويه وهيقعدنا في بيتنا كلها. انا السؤال هو كده، السؤال بيقول لك هو الاي اي هيقعدك في بيتك؟ اه. كايه بقى؟ ككل حاجه. بص يا سيدي، احنا دلوقتي اللي احنا بنعيشه ده التطور الطبيعي بتاع البرامج. كل برنامج بينزل ابديت او فيرجن جديد، فالاي اي بقى جزء دلوقتي من الموضوع اللي احنا، او من التطور بتاع البرامج دي. جزء في ايه بقى؟ ان هو هيبدا ان هو يسهل لك الشغل، بس هو شويه شويه هو بيحل مكانك اصلا. انت شغلتك الاساسيه في الديزاين والجرافيكس وكده؟ تصوير. اه يعني انت في شغلك الاساسي كشغلك كفول تايم جوب، اه الاي اي هيقعدك في بيتك؟ مش في كل الاوقات، لسه لحد التصوير. لحد التصوير؟ اه. بس بقيه الحاجات، اي حاجه على الكمبيوتر اه. وانت لو جرافيك ديزاينر هيقعدك في بيتك؟ اه. حط السودا انا هم. انا بمسي التماسي اجدع تماسي احسن تقولوا ان انا ناسي.